المعلومات الوارده حتى الان من وصل لمصادر امنيه ان القوات الامريكيه في قاعده حرير الجويه ستجري تمرينات ارضيه وجويه، وهذه التمرينات طبعا تاتي في اطار تصاعد التوتر الامني وتزايد التحركات العسكريه الامريكيه على الحدود العراقيه السوريه بعد ان اعلنت القوات الامريكيه عزمها نشر قوات اضافيه على الحدود على الشريط العراقي الحدودي السوري منعا لتسلل المخدرات وتسلل الارهابيين. هذه التحركات في قاعده حرير او التدريبات العسكريه التي ستجريها القوات الامريكيه في قاعده حرير هي تحركات عسكريه نادرة تأتي كما ذكرت سابقا في إطار تصاعد التوتر الأمني وتصاعد وزيادة. ماذا عن محيط محافظة نينوى؟ يعني هنا أنت تتحدث عن حرير فقط، عن أربيل. نعم، محيط محافظة نينوى بالحقيقة تسيطر عليها القوات الأمنية، وهناك قوات مشتركة، قوات البيشمركة والزيتلم العراقي، بالإضافة إلى وجود سهل نينوى، وكما هو معلوم هناك انتشار واسع لفصائل الحشد الشعبي في سهل نينوى، وتحديدا تلك البقعة الجغرافية تشهد بين حين وآخر تصاعد التوترات العسكرية. نحن الأوساط الإعلامية والأوساط السياسية والشعبية أيضا بانتظار بيان رسمي، وعادة ما تصدر السلطات في إقليم كردستان بيانا مسبقا في مثل هذه التحركات لطمأنة السكان بأن ما يجري هنالك هو مجرد تدريبات عسكرية، ومنع الاستغلال هذه التدريبات والأصوات التي قد تصدر جراء هذه التدريبات، منع الاستغلال هذا من قبل بعض الجهات الإعلامية المشبوهة التي تحاول تعكير المزاج الأمني المستقر في إقليم كردستان.